الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، وهو أستاذ الفيزياء وتاريخ العلوم بكلية العلوم في جامعة القاهرة، وهو النائب الأسبق لرئيس الجامعة والمجمع العلمي المصري ولجنة العلوم والحضارة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومقرر اللجنة القومية للتاريخ وفلسفة العلوم بالأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا. له العديد من الدراسات والأبحاث في التراث العلمي والتقني على المستويين الفكري والميداني، وسيقدم لنا بعضا من تجاربه في التعامل مع تراث الحضارة الإسلامية العلمي والتقني طوال فترة امتدت لأكثر من 30 عاما، سواء كانت دراسة وتدريسا أو بحثا وتأليفا وترجمة وتحقيقا. وخلال 30 عام الماضية لم يبحث في حياته أبدا فيما يتعلق بالموبايلات والتليفونات النقالة، لذلك ندعوكم إلى إغلاق التليفونات. وعنوان المحاضرة ستكون عن تراثنا العلمي، ذاكرة الأمة ورصيدها الحضاري. فليتفضل الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي الغامرة لوجودي بين حضراتكم في هذه المناسبة التي أعتز بها كثيراً، مناسبة حصولي على جائزة الكويت في مجال التراث العلمي العربي والإسلامي. هذه الجائزة التي تحظى بصفات عديدة تميزها عن غيرها، فهي جائزة شمولية وكأنها تحتضن مبدأ وحدة المعرفة، فهي تجمع بين العلوم المعاصرة وأيضا التراث العلمي العربي والإسلامي. في جمعها بين الأصالة والمعاصرة تقدم نموذجا رائدا في دفع البحث العلمي على أساس سليم. ثم إنها قومية التخصيص، لأنها تكاد تكون الوحيدة من بين كل الجوائز التي تستهدف العربية المتفوق أينما كان على هذه الأرض. ثم إنها أيضا عالمية المستوى، لأنها تحرص على أن يكون الفائزون دائما على هذا المستوى الذي يشرف بلده وأمته في هذا العالم. وكل هذا يتم برعاية صاحب السمو أمير البلاد الذي يسعدني أيضا في هذه المناسبة أن أتوجه إليه بخالص الشكر والعرفان على تقديره للعلم والعلماء. والشكر موصول أيضا للأخ الفاضل معالي الأستاذ الدكتور علي عبد الله الشملان، وقد عرفنا بالأمس أنه يعاني من وعكة طارئة، إن شاء الله ندعو له بالشفاء العاجل. تحياتي إلى كل أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسة العريقة، وأحيي أيضا هذا المكان الذي أشرف بالحديث فيه، دار الآثار الإسلامية تحت رعاية السيدة الفاضلة الشيخة حصة الصباح.
وأشكر حضراتكم طبعا لأنكم تغشمتم صعوبة الحضور إلى هذه الندوة أو هذه المحاضرة. موضوع التراث والحديث عن التراث، عندما نذكر كلمة تراث ينصرف الذهن مباشرة إلى الماضي، والناس عادة لا تميل إلى الاستغراق في الماضي. ما لنا وللماضي؟ يجب أن تكون عيوننا دائما على الحاضر لتشخيصه تشخيصا سليما والاستشراف آفاق المستقبل. ولكن لا ننسى أن التراث تاريخ، والتاريخ في حقيقته حوار بين الماضي والحاضر. ومن هنا رغم أن محاضرتي عن التراث فإنني سوف أبدأ بالحاضر. الحاضر قصة قصيرة لفت نظري إليها أحد الزملاء رحمة الله عليه، لما قال مفكر أمريكي اسمه ريتشارد باورز، نشره منذ سنوات في مجلة نيويورك تايمز. هذا المقال في حقيقة الأمر عجيب جدا، لأنه جاء بناء على دعوة من نيويورك تايمز، كما هي الحال عندنا في عالمنا العربي وفي كل العالم، عند بداية كل عام تعرض مسابقة أجهزة الإعلام والصحافة عن أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن فريق قدم وإلى آخره. فنيويورك تايمز أعلنت عن مثل هذه المسابقات، وكان من بينها الإعلان عن أحسن فكرة، The Best Idea. ليس في العام الماضي فقط، وليس في القرن الماضي فقط، ولكن في الألفية الماضية كلها. وتصدى للإجابة على هذا السؤال ريتشارد باورز في مقال يقع في 7 صفحات، خلاصته أن الإجابة على هذا السؤال عملية صعبة، لأنه كم من الأفكار الصائبة الكثيرة في خلال هذا القرن. قد يبدأ بأينشتاين صاحب النسبية عبقري القرن العشرين، أم يبدأ بنيوتن صاحب نظريات الجاذبية وقوانين الحركة التي على أساسها انطلقنا إلى هذا الفضاء الخارجي، أم ديكارت هذا الفيلسوف العظيم، أم داروين، وظل يتراجع إلى أن قال لابد أن تكون أحسن فكرة هي التي دلت كل هؤلاء على التقدم واختراع المستقبل. وهذه الفكرة قال بها عالم عربي مغمور في القرن العاشر الميلادي اسمه الحسن بن الهيثم. هذه الشهادة التي تنبثق من قلب الثقافة الغربية المعاصرة في هذا الوقت الذي تعاني فيه أمتنا من كثير من التحديات، هذه الشهادة هي شهادة حق تنصف حضارتنا التي طالما ولا تزال تظلم من جانب جهات كثيرة في هذا العالم. قال إن الحسن بن الهيثم هو مؤسس المنهج العلمي التجريبي، طريقة التفكير العلمي السليم. هذه الطريقة هي التي اعتمد عليها كل من جاء بعده، وهو يقول أيضا في هذا المقال، وأعتقد أن فكرته هذه أيضا ستظل تحتفظ بهذه القيمة في الألفية الثالثة أيضا. أدعو دائما في محاضراتي، كنت أدعو الشباب بالذات أن يستفيدوا من مثل هذه الومضات التي نادرا ما تظهر في أجهزة الإعلام المختلفة، وينشأ نوع من الحوار
مع هؤلاء المفكرين، ولا نضيع الوقت في مواقع أخرى خاصة بالثرثرة أو دردشة أو ما إلى ذلك، لأننا في حاجة إلى عقلاء العالم لكي نتحاور معهم ونعرفهم بأنفسنا أكثر وأكثر. ذكر الحسن بن الهيثم بالذات ونسب إليه شرف، هو حتى سماه The Rise of the Experimental Method، نشأة المنهج العلمي التجريبي. والحسن بن الهيثم في حقيقة الأمر وضع أسس هذا المنهج في كتابه ذائع الصيت، كتاب المناظر للحسن بن الهيثم. هذا الكتاب يقع في حوالي 2000 صفحة، حققه وظهر هنا أيضا، وهذه من المآثر الجميلة لمؤسسة الكويس للتقدم العلمي، ظهر هذا الكتاب محققا على يد العالم المعروف الدكتور عبد الحميد صبرا. ولكن للأسف بدأ التحقيق في سنة 1984، وإلى الآن لم يكتمل تحقيق هذا الكتاب، وصل حتى المقالة 5، وننتظر إن شاء الله المقالة 6 والمقالة 7. في هذا الكتاب وثيقة تاريخية تؤرخ للمنهج العلمي التجريبي الذي ينسب لفرانسيس بيكون في بدايات عصر النهضة الأوروبية الحديثة. وكان فرانسيس بيكون أمام ريتشارد باورز، وكان يمكن أن ينساق كما انساق آخرون وينسب هذا المنهج إلى فرانسيس بيكون الذي يطلقون عليه نبي الحضارة الغربية، ولكنه باستخدام المنطق السليم والرؤية المحايدة استطاع أن يتوصل إلى هذه الحقيقة التي قال عنها لا يمكن لأي شخص في هذه الرؤية إلا أن يتوصل إليها باستخدام المنطق السليم. الحسن بن الهيثم هذا، وهو أيضا يستدرك فيقول للأسف إحنا تشبعنا بالمنهج العلمي لدرجة أن إحنا نسينا مين الذي قال به وأصبح جزء في حياتنا، فتبين لنا أو بدأ لنا وكأنها فكرة سهلة يصل إليها أي أحد. الحسن بن الهيثم أسس علم البصريات الذي يدرس لأبنائنا حتى الآن في مراحل التعليم المختلفة تحت ما يسمى بالبصريات الهندسية Geometrical Optics، قوانين الإنعكاس، قوانين الإنعطاف. حتى هذا اللفظ الراقي عندما نتحدث الآن عن تعريب المصطلحات، وعندما تكلم عن إنعطاف الضوء، يعني أشعاع الضوء يسير وعندما ينتقل إلى وسط آخر يغير اتجاهه ينعطف. نحن الآن نستخدم كلمات لا توحي بهذا المعنى الدقيق، نقول انكسار الضوء. لو رجعنا إلى تراثنا لوجدنا فيه الكثير الذي يفيدنا في حاضرنا، وخاصة في المصطلحات العلمية. الحسن بن الهيثم لأول مرة فسر على أساس سليم نظرية الإبصار، حدوث الرؤية. الحسن بن الهيثم لأول مرة وضع فكرة الكاميرا، كاميرا التصوير، كان يسميها الخزانة ذات الثقب، وكيف تتكون صور الأشياء على حاجز، على جدار، كاميرا أوبسكورا، تنسب في كتب تاريخ العلم إلى ديلا بورتا الإيطالي. الحسن بن الهيثم هو صاحب فكرة أول كاميرا للتصوير، وإن شئنا نربطها بأحدث كاميرا في أحمد زويل، وهي كاميرا الفيمتو. كاميرا الحسن بن الهيثم هي الجد الأول لكاميرا الفيمتو، المسافة الزمنية بينهما 10 قرون. وكنت أمزح أحيانا وأقول لو كان لا قاسم أحمد زويل في جائزة نوبل، لو لم تكن فكرة حسن بن الهيثم لانتظرنا كثيرا حتى تأتي هذه الفكرة السليمة، ولما وصلنا إلى
ما وصلنا إليه الآن. أنا أقول أن هذا هو الحسن الهيثم الجدير بأن يصل رأي ريتشارد باورز فيه إلى هذا الحد. كتاب المناظر هذا لم يعرف أو ظل مغمورا، لأن الحسن الهيثم ظل مغمورا وكان يعرف في الغرب باسم الهازن، يحب هم دايما ما بيعرفوش ينطقوا أسماءنا صعبة عليهم، يقولوا مكة ويقولوا محمد ويقولوا أفيسنة ابن سينا إلى آخره. فكان الهازن هو الاسم المشهور به في الغرب، وإلى أن ظهر كتاب آخر لكمال الدين الفارسي بعد الحسن بن الهيثم بحوالي 3 قرون. كمال الدين الفارسي كان عنده مشكلة عايز يفهمها، فسأل أستاذه قطب الدين الشيرازي فدله على كتاب المناظر هذا، فقرأه واستشعر أهميته وحاول أن يلخصه في 3 أجزاء، وأسماه كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر. حقق الجزء الأول منه في عام 1984، وعندما انتخبت عضوا في مجمع اللغة العربية وتعرفت إلى أستاذي الأستاذ مصطفى حجازي تكلمت معه في استكمال تحقيق هذه الموسوعة، وظهر الجزء الثاني وإن شاء الله يظهر الجزء الثالث قريبا. لكن المسافة الزمنية أيضا طويلة في كتاب المناظر من 84 إلى الآن لم يكتمل التحقيق، وفي كتاب تنقيح المناظر من 84 أيضا الجزء الأول إلى الآن لم يكتمل التحقيق. وهذه يعني دعوة ضمنية إلى الاهتمام بتراثنا الذي يعني ينبهر به الآخر قبل أن نعرفه حق معرفته. أقول لريتشارد باورز شكرا، فقد شهدت شهادة حق، ولكنها نصف الحقيقة. وهنا أقول فائدة الحوار الحضاري، هو أتكلم عن حضارتنا، ونحن إذا كنا فاهمين لفلسفة ومعاني هذه الحضارة نستطيع أن نتجاوب معه وينشأ بيننا حوار، ليعلم هو ما لم يكن يعلمه عن هذه الحضارة. أقول له شكرا لأنك قلت نصف الحقيقة، أما باقي الحقيقة فإن المنهج التجريبي لم ينسب فقط إلى الحسن بن الهيثم وحده، ولكن كل علماء الحضارة العربية الإسلامية مارسوا هذا المنهج عن فهم وعن وعي، واستخدموه وطبقوه في مجالات مختلفة. فهناك على سبيل المثال الحسن بن أحمد الهمداني في القرن الثاني أو القرنين الثاني والثالث الهجريين، 8 و9 الميلاديين، تكلم لأول مرة في تاريخ العلم عن المفهوم السليم للجاذبية الأرضية، لأن الرأي السابق على هذا كان ينسب إلى أرسطو، وكان يقول إن الأجسام إذا ابتعدت عن الأرض وتركتها تسقط حرة، فسبب هذا السقوط أنها تميل أشبه بالطفل، وكان دائما يحاول أنسنة الطبيعة، كان يقول إنها أشبه بالطفل الذي يميل إلى العودة إلى حضن أمه، أي جسم يلقى إلى الفضاء ويترك يعود بهذه الرؤية أو بهذا التفسير في رأي أرسطو. الهمداني لأول مرة يشرح للناس، يقول لهم في هذا الكتاب إن الأرض أشبه بحجر المغناطيس تجذب قواه الحديدة من كل جانب. تشبيه يعني أنا كأستاذ فيزياء عايز أبسط ظاهرة الجاذبية للأطفال، لن أجد أحسن من كلمات الهمداني في القرن 3 الهجري. وتوالت بعد ذلك آراء البيروني وآراء علماء آخرين في موضوع الجاذبية
الفكرة السليمة عنها وأين تتجه إلى آخره. فهذا أيضا من أمهات الكتب التراثية، وكان حقق قبل مرتين، مرة على يد كريستوفر تول المستشرق السويدي، ومرة ثانية على يد علامة الجزيرة العربية المرحوم حمد الجاسر، ولكن لأنه فيه محتوى علمي مركز في مجالات الفيزياء والجيولوجيا، فرأيت أن أعيد تحقيقه للمرة الثالثة لأبرز الجوانب العلمية والسبق الذي حققه الهمداني في هذا أو في هذه المخطوطة العلمية. هناك أيضا بعد الهمداني أو مع الهمداني كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. الجبر، هذه الكلمة العربية الأصيلة التي لا زالت تحتفظ بجرسها العربي في كل لغات العالم، علم الجبر ومشتقات هذه الكلمة، هذا العلم الذي ينسب كاملا إلى مؤسسه محمد بن موسى الخوارزمي، ورغم أنه في الرياضيات إلا أنه ألحق به فصلا خاصا بالوصايا والمواريث، كيف نطبق، وهذا أيضا البعد التجريبي للمنهج الرياضي، كيف نطبق المعادلات الجبرية في عمليات الوصايا وتسهيل حسابات المواريث إلى آخره. وهذه كانت سمة تميز العلم الإسلامي، لأنه كان دائما أو كان في خدمة التعاليم الإسلامية وتسهيل الفرائض. أيضا هناك كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي، وهو كتاب في علم الجراحة، وهذا المخطوط الذي يحتوي على 30 مقالة يحتوي أيضا على مجموعة من الآلات الطبية والجراحية، معظمها صنعها الزهراوي بنفسه ليمارس بها عمليات الجراحة المختلفة، وهذا أيضا يؤكد البعد التجريبي، المنهج التجريبي في علوم الحضارة الإسلامية المختلفة. إذن هناك أيضا الجزري صاحب كتاب الحيل، الحيل في علم التكنولوجيا، لأن قليل من الناس يعني هم الذين يعرفون الجانب التطبيق التكنولوجي في الحضارة العربية الإسلامية. بنو موسى بن شاكر لهم كتاب الحيل، وهذا هو الجزري وعدد آخر. لكن أشير بسرعة إلى مخطوطة اكتشفت حديثا لابن خلف المرادي عن بعض الآلات الهندسية التي يترجمها علماء الآثار وعلماء تاريخ العلوم تحت اسم فاين تكنولوجي، وصلت الدقة بالصناعات. ودونالد هيل له كتاب اسمه إسلاميك تكنولوجي، التقنيات التي ظهرت في عصر الحضارة العربية الإسلامية. هذه الأمثلة مثال أيضا لمادة البقاء، كتاب لمحمد بن أحمد التميمي يتحدث فيه عن إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء، وكأنه في عصرنا يتحدث عن مشكلات التلوث البيئي وأثرها على الصحة. إذا كان الحسن بن الهيثم في رأي ريتشارد باورز هو مؤسس ومنشئ المنهج التجريبي، فإننا نضيف إليه في حوارنا معه أن هذا المنشأ يدين أيضا بنشأته إلى علماء آخرين، منهم الذين ذكرناهم الآن. هناك علماء آخرون في الرياضيات، في الفيزياء، في الفلك، في الطب، في الصيدلة، في الجغرافيا، في كل فروع العلم المختلفة. ويعني كتابي المتواضع العطاء العلمي للحضارة الإسلامية وأثره في الحضارة الإنسانية يلخص
هذه الأمور. وهذا دونالد هيل في كتابه العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، وقد عهد إلي بترجمته. ويعني أقول هنا إنه ترجمة الكتب إلى العربية خصوصا التي تتعلق بثقافتنا وحضارتنا يجب أن تكون في إطار الحرص، لأنه كثير من الألفاظ وبعض العبارات وبعض الإيحاءات، لأنه الكتاب الأصلي يخاطب ثقافة تختلف عن ثقافة الذين يستقبلون الكتاب المترجم. ولهذا يعني هذا الكتاب وضعت فيه ما يزيد على 90 حاشية، إما تصويبا وإما استدراكا على بعض أمور فاتت المؤلف، لكن قال عنه أحد أساتذتي الذي عرضه في مجلة العربي أن هذا الكتاب لا غنى عنه في حوار الحضارات، لأنه واضح أنه فيه طرفين أيضا بيتحاوروا من خلال ترجمة ناقدة في مجال التراث الإسلامي. هذا يجعلني أنتقل إلى نقطة تالية. إذا كان ريتشارد باورز نسب المنهج العلمي إلى الحسن بن الهيثم، وإذا كان المنهج العلمي يدين إلى علماء عديدين أسهموا في بلورة وتوطين هذا المنهج في الثقافة العربية الإسلامية، وإذا كان هؤلاء العلماء قد تربوا جميعا على المائدة الإسلامية، فلا بد أن يكون الأصل هو تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. إذن هو في حقيقته منهج علمي إسلامي 100%، أو 100% أسادة اللغة. عشان إذن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف هي التي أيقظت العقل البشري من أول كلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا يمكن أن تكون القراءة بدون علم أو بدون عقل أو بدون منهج سليم. وكان علماء الحضارة الإسلامية على مستوى هذه التعاليم الإسلامية. كان أبو عبد الله القزويني صاحب كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات كان يقرأ قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كان يقول: ليس المراد من النظر أن نقلب الحدقة نحو السماء، فالبهائم تشارك الإنسان فيه، ومن لم يرى من السماء إلا زرقتها ومن الأرض إلا غبرتها فهو أشبه حالا بهذه البهائم بل وأشد غفلة منها. واستشهد أيضا بقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أبو عبد الله القزويني أيضا الذي ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك يقول: إذا رأيت حجرا لا يكذب الحديد، يعني حجر مغناطيس، فلا تنكر عليه خاصيته، لأنه ربما يكون هذا بفقد شرط أو حدوث مانع، واصبر عليه حتى تعرف ما به. يدعو إلى الصبر في عملية التجربة والممارسة وصولا إلى الحقيقة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني إذا أردنا أن نلخص نظرية المعرفة من المنظور الإسلامي في عبارات وجيزة، نجد أن هذه الآية الكريمة تدلنا على أدوات المنهج العلمي. كانت هذه الأدوات موزعة في الحضارات القديمة بين منهج عقلي يصل إلى حد تقديس العقل، ومنهج يؤمن لا يؤمن إلا بالحواس. فجاء النص القرآني وجاءت الدعوات القرآنية لتجمع بين هذه الأدوات، لأن الإنسان بعقله وبحواسه وبكل ملكاته الإدراكية مؤهل لأن يصل إلى الحقيقة في أي فرع من فروع العلوم المختلفة. لن أستطرد في هذه الجزئية، ولكن
استطردنا بدءا من ريتشارد باورز، تحاورنا معه، وصلنا وليتنا نستطيع أن نوصل إليه هذا الأصل، أن المنهج العلمي التجريبي أرومته عربية إسلامية. ومع هذا المنهج وبطبيعة الحال اصطبغ هذا المنهج بصبغة العالمية، لأنه انتشر مع انتشار الإسلام هذا النوع من التفكير، انتشر مع انتشار الإسلام ومع انتشار اللغة العربية. ولهذا يقولون دائما أن العلم تكلم بالعربية في عصر الحضارة العربية الإسلامية، لأن العالم الإسلامي كان العالم الأول، ولأن اللغة العربية كانت هي اللغة الأولى في ذلك الوقت. وكان أبو الريحان البيروني يقول: إن الهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية، أحبوها جميعا لأنها لغة القرآن الكريم، ولأنها لغة النبي الكريم، ولأنها كلام أهل الجنة. كان الرجل من الموالي يجلس ويقرأ الآية من القرآن الكريم ثم يلتفت ويفسرها للعربي بالعربية، ثم يفسرها لبني قومه بلغاتهم، ولا تدري بأي لسان هو أفصح. هكذا كان مستوى الترجمة عند علماء الحضارة العربية الإسلامية. إذن المنهج العلمي هو أعظم هدية قدمها الإسلام للفكر البشري، هذه حقيقة يجب أن نستوعبها ونفندها ونؤكدها ونقتنع بها، ثم نقدمها للآخرين حتى لا نتهم بين الحين والحين بأننا إذا كنا نعيش عصور التراجع والانحصار بأننا عالى على هذه على هذا العالم، أو بأننا يعني لسنا أصحاب فكر، أو أن العقلية العربية الإسلامية غير قادرة على الإبداع والابتكار، أو يعني دعاوى وافتراءات كثيرة. مثل هذه المعالجة تساعدنا على الرد على هذه الافتراءات. ويعني حتى إلى عهد قريب كان هناك من يظهر ويقول: ماذا قدم العرب والمسلمون للحضارة البشرية؟ وأقول: لو كانت الهدية الوحيدة هي المنهج العلمي، طريقة التفكير، سر التقدم وصناعة المستقبل، هي هذه الهدية لكفى هذه الأمة فخرا بذلك على يد علمائها الأوائل في عصور الازدهار الإسلامي. أيضا نحن نحتاج إلى التراث لتصحيح تاريخ العلم، لأن كثير من الأفكار والحقائق العلمية عبر التاريخ حصل عليها نوع من السطو والقرصنة، وأخذت أفكار رائدة وصائبة نسبت إلى علماء أو إلى يعني علماء آخرين في الحضارة الغربية، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولا يتسع المجال لذكرها، فهذا موضوع ممكن أن نعالج معالجة خاصة. أيضا يمكن أن أتحدث الآن عن آفاق المعاصرة. كما بدأت المحاضرة، نحن نبحث في التراث عما يفيدنا في الحاضر، إثراء المدخل التاريخي في تدريس العلوم. نحن نلاحظ في هذه الأيام أن أبناءنا يعزفون عن التخصص العلمي ويهربون إلى تخصصات أخرى يعتقدون أنها أكثر يسرا. هذه الظاهرة عندما ظهرت في أمريكا ظهر بيان أمة في خطر، وكأن الخطر يتهدد الأمم، أول ما يتهددها من جهة التعليم وتعليم العلوم بالذات في هذا العصر، عصر العلم. فإذا كنا نريد أن نرغب أبناءنا في تعلم العلوم فلا أكثر من أن نعرفهم بأنهم سلالة قادرة على الإبداع. تعلمنا في مراحل التعليم المختلفة لم نسمع إلا عن نيوتن وعن أينشتاين وعن داروين وكل هؤلاء العلماء، فتيقن في أنفسنا أن العلم لا يمكن إلا أن يكون غربيا.
وشعوري بهذا كعربي مسلم يصيبني بالإحباط، لأن الطالب الإنجليزي أو الطالب الفرنسي الذي يسمع هذه الدروس ويرى أن باسكال ولافوازيه أو نيوتن أو غيرهم هم الذين صنعوا العلم يشعر بالعزة، ويشعر أنه عليه الدور أن يكمل هذه المسيرة. أما نحن في وسائل تعلمنا وفي مناهجنا ومقرراتنا في حالة عزلة تامة عن تاريخنا، عن رصدنا الحضاري، ولهذا أقول رصدنا الحضاري. زاد هذه الأمة للحاضر والمستقبل. أيضا يفيدنا التراث في موضوعات كثيرة يصعب حصرها، وأنا كتبت هذا كله في محاضرة اليوم وأرجو أنها تطبع لحضراتكم. لكن في هناك علوم لا تستغني عن الدراسات التراثية، وأنا أضرب مثال أو اثنين لهذه العلوم. علم الفلك مثلا، علم الفلك الأرصاد التي تمت عبر آلاف السنين هي التي أدى تراكمها إلى تطور النظريات الفلكية المختلفة. وكان من حتى في عصر النهضة الأوروبية الحديثة كانوا يستعينون بأرصاد، وكانت هناك مراكز تميز الأرصاد في الحضارة العربية الإسلامية، منها أيضا علم الزلازل. علم الزلازل وهذه من العلوم الجيولوجية سيزمولوجي، علم يعتمد في بعض فروعه على السجل الزلزالي. لو أنا نقدر نعرف تردد حدوث الزلازل في أماكن معينة، ده بيساعدنا على أن نحدد بدقة ما يعرف باسم الأحزمة الزلزالية، ونقول دايما ده البلد الفلاني قرب من الحزام الزلزالي أو إلى آخره. فهذه السجلات مفيدة جدا في حاضرنا وفي مستقبلنا، وده من الموضوع الذي يهتم به أكثر من علم الآثار، علم الجيولوجيا، علم الجغرافيا. وأشرت هنا إلى كتاب الأستاذ الفاضل الأستاذ دكتور عبد الله يوسف الغنيم، وهو إنجاز استغرق سنوات لكي يجمع فيه كل ما حدث من زلازل في منطقتنا العربية والإسلامية منذ بداية التاريخ الهجري. إذن هناك علوم أيضا معاصرة تبدو لنا أنها منقطعة الصلة عن التراث، مثل علم يعني لما تحدث عن علوم البيئة وجدنا أن هناك من تحدث عن علوم البيئة. علم الشفرة يخيل لنا أنها سمة حديثة. هناك من العرب من تحدث عن علم التعمية واستخراج المعمى، يعني مجرد ان احنا مش واخدين على المصطلح مش عارفينه، فيبدو لنا او تبدو لنا العلوم المعاصرة وكأنها اختراع جديد او اكتشاف جديد. نحن محتاجون الى البحث عن اساسيات العلوم المعاصرة في التراث العربي الإسلامي. هناك جوانب كثيرة في تراثنا اذا عدنا قراءته بلغة العصر واسلوبه ومصطلحاته يتحول الى نوع من الدراسات المعاصرة والدراسات المستقبلية التي تعمل عمل السحر في نفوس أبنائنا الشباب، وأيضا تصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة، وتساعدنا في الرد على الذين يهاجمون الإسلام عقيدة وتاريخا وحضارة من خلال العلم، حتى تكتسب دعواهم أو تتستر بالعلم. أنا أقول هؤلاء هم المتسترون بالعلم لمهاجمة الإسلام. وأذكر مثال سريع لديفيد كينج. ديفيد كينج هذا خدم التراث الإسلامي بأكثر مما خدمه كثير من المسلمين، وعمل فهارس كثيرة جدا وطاف البلدان العربية، وكان له مقالة عن تحديد اتجاه القبلة، وكانت هذه المقالة تنشر في مجلة العلم والمجتمع Impact of Science on Society. هذه المجلة تترجم إلى 7 لغات، وعهد إلي ترجمة المقال إلى العربية.
فلاحظت أثناء الترجمة أنه عندما تحدث عن تحديد اتجاه القبلة وأوقات الصلاة قال ذكر القارئ بأن هناك صلاة عند المسلمين اسمها صلاة الضحى ولم يجد لها ذكر في القرآن الكريم، وأحيانا بعض المسلمين يعتبروها فرض وأحيانا بعض المسلمين يعتبروها سنة، ويعني أثار قدرا من الشكوك حول موضوع ليس هو موضوع المقال ولكنه دخيل على هذا الموضوع. من يقرأ ولا يعرف حقائق الدين الإسلامي يقول ده المسلمين دول ما بيصلوا كذا أي كذا، ويعني الإيحاء الذي يعطيه تدخله غير المطلوب هو إيحاء سلبي في حق الحضارة الإسلامية. ولهذا أقول أن الترجمة اللي نحبرون بها دائما يجب أن تكون ترجمة ناقدة، ونأخذ بالنا من مثل هذه الأمور، لأنه ممكن أوي أنا بسميه الغزو الفكري من خلال الثقافة الإسلامية، هو يبهرنا بأنه يتحدث عن أمجادنا وعن تراثنا، لكن لا مانع إذا أتيحت الفرصة أن يضع شيئا إذا قرأه أصحاب اللغات الأخرى طبعا سيكون له تأثير مخالف. وفي هذا الوقت كان في الثمانينات عندما عرف بهذه الترجمة طلب سحب الترجمة العربية من هذه المجلة حتى لا يساء فهمه في العالم العربي. يعني قصدي أقول أن التراث أيضا وكثير من المستشرقين وجهوا هجوم كثير إلى إنجازاتنا التراثية. لكي لا أطيل على حضراتكم، واضح أنه الحديث عن تراثنا وتراثنا العلمي بالذات حديث متشعب وجوانبه متعددة، لكن السؤال كيف نتعامل أو يتعامل علماء الأمة ومفكروها مع التراث تراثنا؟ هناك مواقف مختلفة، هناك من ينكر هذا التراث إنكارا تاما وينادي بالقطيعة المعرفية ويقول إن تراثنا لا يساوي نصف سطر في كتاب البشرية، وهذا النوع خطر جدا، وخصوصا إذا كان بيصدر من أصحاب الرأي وللأسف بعض أساتذة الجامعات ويخاطب به الطلاب. يعني في الوقت اللي احنا بندعو فيه إلى يعني الارتقاء بعزة الشباب وحماسهم نجد هناك من أبناء جلدتنا من يقول قولا مخالفا لذلك. استدرك هذه الآفة فيلسوف العرب الدكتور زكي نجيب محمود، ومن اطلع على كتابه تجديد الفكر العربي نجده ندم ندما كثيرا على أنه استغرق في الترويج للثقافة الغربية ومناهجها بسبب يعني أنه لم يلجأ إلى التراث كثيرا، والوقت قد يعني فاته لكي يستدرك هذا، وكأنه ينصحنا بأن نجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهذا أيضا المبدأ الذي كان ينادي به. وعاب على الفلاسفة العرب أنهم يكتبون في الفلسفة بالعربية ولكن ليس لهم فلسفة عربية، يدورون في فلكها، ومثل أي أمة لها فلسفة، وهو كان يبحث عن هذه الفلسفة وينادي بها. ومن هنا فإن موضوع التراث فيما أتصور والتعامل مع التراث العلمي هو جزء من نظرية أشمل، نظرية فلسفة العلم بنظرة إسلامية، وكان هذا أحد عناوين كتبي التي ألفتها في أوائل الثمانينات. إذن في حقيقة الأمر نحن ننطلق من هذه المحاضرة إلى دعوة أعم، لأن التعامل مع التراث الآن بيتم مع أفراد وليس مع مؤسسات في أغلب الأحيان. في أوروبا اهتمام عالمي بموضوع التراث، وفي جدول ما أعرفش عرضناه ولا لا، الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم
بدأ سنة 1929 يعقد دورته كل 3 أو 4 سنوات في عاصمة من عواصم العالم. هذا الجدول كما نلاحظ فيه الآتي: رقم 1 أنه عقد هذا المؤتمر في القدس سنة 1953. شوفوا هذا الكيان الناشئ الذي لم يمضي على تكوينه بضع سنوات، سمع عن مؤتمر دولي اتحاد الدولي لتاريخ العلوم ونادى بأن يعقد هذا المؤتمر في القدس في مرحلة مبكرة من تكوين هذا الكيان. النقطة الثانية: لا توجد دولة